واخيرا اجت راس العرمه. مين هاي جميله؟ مين يعني؟ ست ام زكي. جميله شو رايك تشتغلي على الساعتين؟ طب يلا والله جعنا، نحن عم نستنى جناب ام زكي. لك انت هذا اللت والعجن ما بقى تخلصي منه؟ شو حكينا ست دلال؟ اشتغلي وبلا حكي ماله طعمه. هيك الدنيا الله خلقها، بتجيب ناس وبتاخذ ناس. الحمد لله اللي رجعنا نجتمع عندك يا سعاد خانم. ميت اهلين وسهلين فيكم، والله شرفتوني. بالآن بهالعين. تسلمي يا ايه محاتي، شلون الببو؟ الحمد لله ببوس ايدك. قديش الك حبلة؟ يعني بدك تقولي من يومين فتت بالشهر السادس. البركة ان شاء الله، ان شاء الله بالسلامة. يا رب يطعمك صبي بجاه سيدنا النبي وتقومي بالسلامة يا حق. آمين يا رب العالمين. ست ام خاطر، ليش ما جبتي خيرية وزهرة معك؟ زهرة تعبانة شوي وخيرية عم تعزل اوضتها. قديش الا حبلة بنتك زهرة ام خاطر؟ يعني بدك تقولي يومين ثلاثة بتفوت بشهرة. ان شاء الله بالسلامة يا رب. الله يسلمك سعاد خانو، ربي يكرمها من عنده وينولها اللي ببالها يا رب. يا آمين يا رب. بوران لك شو صار بالأكل؟ عم بيجهزوه خالق مزكي. لك قومي قومي استعجليهم شوي. لا تخافي اتكي وبينادونا. ايه علينا. وين بدنا نحط الأكل دلال؟ بأرض الزيارة. جميلة غسلي بإيدك وتعي ساعتيني. شو شايفتيني عم العب؟ لا ما عم تلعبي. ليكي لا تحرقي البيضات، خلي امزكي بتحبه ترايا. تحب البيض طري؟ الحمد لله يا ربي اللي تجوزت وخلصت من صدامة امزكي. بكره خذي منا على زيارات، رايحة جاية لعنا. لطيف شو دبقة. الله يوفقك سعاد خانم، بدنا دلال بأقرب وقت من عندك. أنا جاهزة يا عدلية خانم، وإن شاء الله ما بنتأخر. جهاز دلال جاهز يا عدلية. كم مرة بدنا نعيد ونفتي؟ يا لطيف على المخ اللي عندي. والله انا مو مشان الاوعي يا ست ام زكي. لكان مشان شو بعديه؟ ابني ماله مصدق حاله، ايمتى تصير دلال عنده؟ كم يوم تاخير ما رح يضروك استعدليه، كلها كم يوم وبيرجعوا بيتفقوا الرجال من اول وجديد. يو وعلى شو بدهم يتفقوا ست بوران؟ على الخطبه ست ام ابراهيم، ولا فكرك يرجع كل شيء مثل الاول؟ والله ما عم بفهم عليكي. نسيتي شو صار ست عدليه؟ قصدها تقول انه الشيخ لازم يكتب الكتاب من اول وجديد. كلامك مزبوط سعاد خانم. والله انا اجيت وقلي بدي اليوم قبل بكره يجي الشيخ ويكتب كتاب دلال. بعد شو؟ بعد ما قهرتونا؟ والله انا مالي دخل بكل شيء صار. نحن ما بنستغني يا ست عدلية، وان شاء الله كل شيء بيرجع مثل ما كان. الله يفرح قلبك يا سعاد خانم مثل ما فرحتيني. انا مالي معارضه عصام يرجع لطفيه، اما فريال يحرم علي يحط ايدي بايده بعد اللي ساوته معي. الحق معك، بس بضل قلبك ابيض ست سعاد. شوفي سعاد خانم، شو ما عملتي شو ما ساويتي مع هالمقوصه والله ما حدا بيلومك. اي بعت لها رصاصه قديش عذبتها. اي والله والله ما حدا منا كان رضيان عن فصوله يا سعاد خانم. بعد شو يا عدليه خانم؟ بوران صراحه يا مو انا مالي موافقه لطفيه ترجع لاخي عصام بنو بنو. وانا من رايك بوران. خليها عند امها، مو هي هيك بدها؟ تسلقاها ببنتها، خليها عندها. معك حق، لانه هيك بدها ترجع المشاكل من اول وجديد. يا جماعه يا جماعه شو نسيتوا شو قلنا عندها؟ الولد اولته واخرته مرجوعه الك يا ست سعاد. ايها هي حكي الدرر، يسلمها التم ام حاتم. الولد لاهله ولابوه مو لامه. عم بحكي صح ست ام زكي ولا انا غلطانه؟ بصراحه انا ما رح خلي لطفيه عند امها، بدي رجعها. إيه بس هيك بده يوجعك راسك يا ست سعاد، يعني فريال ما رح تريح لك راسك. لا يا ام بشير، لا تظلمي البنت بجراير امها، لطفيه غير امها. قال طب الجره على تمها بتطلع البنت لامها. سمعينا ام بشير، هلا مو وقت الموضوع. بنتي وبدي حافظ على جوزها وبيتها، بكون غلطانه شيء ام زكي؟ لا مالك غلطانه، بس سكري هلا. كلوا يا جماعه، كلوا ولا تردوا. ها بسم الله. أبو مرزوق لا تعطل البندورة المعينة، شايفك علي الحلال برجع لك ياهو. شو الحكي اللي عم تحكيه؟ شبكون انت وحاتم حاطين دابكم دابي؟ انا مين بدي بيع الرزق؟ وزعوا على اللي بيستاهلوا أبو مرزوق. لك ياني بيع الرزق المعين للفقرة مشان الله يغضب علي؟ لك انخده لعندك على البيت ولا تبيعه للناس. هذا اللي عم يصير. سجلون. يا ريان يا حمار يا ريان. خذ عصام
خذ كمان انت. هلا هيك بيشو الدقن كم مره بدي علمها. لك يا عصام انا ما حبيته كار الحلاقه، خليني بالعطاره. ما بصير يا اخي، ما بصير، لازم تتعلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش يا اخي؟ خلصوني بدي اروح على دكانتي. شو هاد يا خير؟ خير شو ابو محمود طالع حلو؟ عصام بده يعلم اخوه الحلاقه بدقني سيدي. وين الغلط يا ابو محمود؟ سيد معتز لازم تعلم كار الحلاقه. تعال شوف دقني، سووا خريطه سيدي. لا 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 لا، الله يصلحك يا معتز، اعلم اهلك شوي على ابو محمود. حقك علينا عمي. سيدي انا كار الحلاقه كلياته ما حبيته وما بدي اتعلمه، ايش الشغله بالزور يعني؟ لا اذا كار الحلاقه ما بده يتعلمها اخوك اتركه على راحته بكار العطاره يا سيد عصام. انا عم بحسبها سيدي، برقد شي نهار كنت غايب وكان عندي شغل، ايه بيحلق للزباين، بعدين شوف فيها اذا جرح له كم زبون بيتعلم. يا ابني هلي ما بيغلط ما بيتعلم، لكن الرفق مفتاح الرزق. شفت؟ المهم امرني سيدي. الله يرضى عليك، بدي ظبط دقني شوي. ايه تكرم عينك شيخي، هلا بخلص حلاقة ابو محمود وبخلي معتز يظبط لك اياها. لا معتز خليه بكار العطارة، دقني ما بيقرب عليها بنوب والا بروح لحد حلاقة ثانية. ايوه ايه ماني حماره وبدي ارجع لعند جوزي. يا انا لو محلك والله ما برجع له، انا بدي راسه بكل هالحيطان. فهمي يا فوزية، بس هو بده يعني لو كان بده اياك يا تقبري قلبي ما كان اتجوز بنته لام بشير. اصلا انت شلون بتقبلي ترجعي له على ضرها؟ لك هاتي لبوس ايدك فهمي يا فوزية. ايه انا مو مشان ضرتي بدي ارجع له. لك مشان السيد عصام اللي باعك وباع عشرتي. عصام بضل جوزي وابو ابني اللي ببني، امي انا بدي ارجع له. روحي روحي مرشي بلي، روحي جيبي ابريق المي، روحي تضربي على هالكلام اللي ما نبدوزن. انا لو محلك يا فريال خانو ما برجع لعنده لحتى يطلق لشرنة بنت لشرنة ام بشير. يبعت لحمة جديدة من أمها تسلق بدنها هي وأمها. ما صدقت على الله شافت لطفية مطلقة وراح تدوز دغري هالسرنوة وجوزت بنتها لعصام. راح تسكتي لفريال خانم؟ أنا فريال خانم اسكت لها؟ إيه والله والله لربيها ترباية فرجي كل الحارة عليها. شو راح تسوي معها؟ استني علي بس يا فوزي، كل شي بأوانه حلو. قال له يا شعبان ليش ما بتجي برمضان؟ قال له كل شي بوقته حلو. لك يحرز دينك حرز درز، ما حدا بيفهم علي غيرك. هاتي بوسي. خدي دوني. اكيد اكيد هلا فريال بتكون عم تتفلفل على ما تكون معنا بهالجمعة. ايه بتستاهل، قليل الوجع اللي جابته لراسها وراسنا وراس الست سعاد. مسكينة. ايه بعت لها حمام من بين المساكين. لك قليل اللي سوته معك يا سعاد خانو. ايه لا والله مو قليل ابنه. بس بتضل وحدة من حارتنا، وإذا صابها شيء لا سمح الله كلياتنا بنزعل وما بيهون علينا. يحرز دينك يا أم حاتم. مظبوط. وأولنا سعاد خانو. إن شاء الله ناوية تصالحيها سعاد خانو. لا شو صالحها؟ فكرت بس عم أقول إذا أنا مقاطعتها أنتو ما لازم تقاطعوها. إيه والله وهذا المظبوط. شلون يعني؟ بتضل مرة وحدانية وبدها مين يسأل عليها وعلى بنتها الوحيدة. لك تقبرني يا سعاد خانم شو بتحكي جواهر ودرر، مو هيك ام ابراهيم؟ انا من ناحيتي بيتها ما بدوسه. ولا انا كرمالك سعاد خانم. وانا كمان ما بدوس بيتها الا اذا سمحت لي سعاد خانم. بتسمحي لي روح لبيتها سعاد خانم؟ وليش حتى ما اسمح لي؟ يا جماعه الله رحيم وبيحب الرحماء، فريال قلبها طيب وبدها حدا منا يواسيها ويخفف عنها ويسليها. ما بيكفي المسكينة ترملت على زغر وما رضيت تتجوز مشان تربي بنتها لطفية؟ هالشي هذا ما بيشفع. الله يرضى عليك يا فوزية. لا بدي وصيكي، بدي تقتيلي على سعادها. بخصوص شو؟ بخصوص رجعت لطفية لعصام. رح تشكله لها؟ إنك عم بدي خليها بخلقتي البنت أول وآخرة مرجوعة لبيت جوزها. ليكي فريال خانو أنا ما فوت لبيت سعاد، لساتني مزعلته وأنتي بتعرفي. معك حق بعرف. الله يغرق طوله، تعال البيت وشوف فصوله، بابه كبير وبصميره صفر بس جواته شي بيقصف العمر. ما بدي اياكي تروحي لعنده، انا بدي اياكي تعرفي لي شو عم يصير عندك، نصتي عليهم يعني. يلا بعمل جهدي. لا مو بتعملي جهدك فوزيه، بدك توعديني تجيبي لي الحكي اللي عم ينحكى عندك. خلص فريال خانو تكرم عينك وحياتك لجيب لك كل كلمه بتنقال ببيتها. لك الله يخلي لي اياكي يا رفيقتي. تقبريني خاطري. مع السلامه. تقبري عداكي. يا أمي يا أمي أنا ما رح أتجوز إلا لبعد ثانوية أبي وخلصت القصة. كيف بدك تستنى لبعد الثانوية؟ بدي أستنى يا مو. بس أنا حكيت مع أم خاطر وقلت لها أنه راح أخطب لك خيرية رسمي. شلون يا مو؟ شلون هيك حكيتي معها؟ شلون تشتغلي من قونك يا مو؟ ما بيجوز تشتغلي من قونك قبل ما تسأليني. بس كنت ميت على ما أخطب لك إياها. هذا كان قبل ما يموت أبي يا مو، كان قبل ما يموت أبي.
بس هلأ الوضع اختلف، اختلف كتير. ما بعرف شو بدي اقول لك يا مو، خايف الجماعة ما يستنوا علينا. لا يا مو بيستنوا، بيستنوا. بس رح يزعلوا إذا شافوا أختك دلال تجوزت يا مو. ليش إن شاء الله رح بتجوزيها قبل سنوية أبي يا مو؟ شو لك؟ لا يا مو لا، ببوس إيدك لا يا مو، أجلي يا. ما بقدر ركبني ما بقدر. ليش ما بتقدري يا مو؟ لأنه الجماعة صبروا علينا كتير. ويستنوا لبعد السنوية ما بيصير شي يا مو؟ ما رح يهرب العريس، وإن هرب في ألف عريس بيتمنى يناسب عيلتنا يا مو. إيه كله قاتل حاله على الجواز، كله بده يتجوز. بدون ما أسألك لحالة هي فتحت سيرة خيرية. أخ 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 هلا ريحتيني. بس أنت قالت لك جاي لعنا؟ ما قالت لي، بس بظن أنه ما رح تجي لحتى تنهي قصة جوازة بنت دلال على ابن أبو إبراهيم. ما قلتك مين هن الرجال اللي بدي أخذ وأعطي معهم؟ لا والله، شوف أخوها الكبير ابن عمي، هو هلا راس العيلة. عصام أعوذ بالله، هذا ما بيعرف يحكي كلمتين على بعضهم. لك عن شوف معتز. وليه؟ هذا الولد الأرعى اللي بدك أخذ وأعطي معه؟ لا، أنا بشوف خالهن أبو شهاب بكرة وبتفاهم أنا وياه على كل إجراءات العرس. ما بعرف، هاللي بدك إياه، هاللي بتلاقيه مناسب ساوي تقبرني. كابنت حلال، بدي جوزه وارتاح منه بقى، والله وجعني راسي من القصة، بدي ارتاح. إن شاء الله، إن شاء الله يا ابن عمي، الله يهدي بالنا يا رب.